الفقير يا غاية القصد والجني صلى القدير
كثير حاضره يا روم مدى الاعيان يا سيدا رسل يا طهير يا غايه القصد والجنين صلى عين الأعيان عسى بجاهه مدى وفير من فيض جود وإحسان يا سيد الرسل يا طير يا غاية القصد خير وإيماني يا سيدا رسل يا طهير عبدك على بابكم حني يا سيدا رسل يا طهير يا غاية القصد والجاني صلى دائم لما روفكم شاكير في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طهير يا غاية القصد يا غني صلى عليك العلي القدير يا غاية القصد والشاني يا سلام.